ننتقل للخبر الآخر وإلى خبر فني وبالتحديد لمحبين البرنس الفنان ماجد المهندس واللي أصبحت أغنيته الجديدة بعنوان كلشي تقدر الأكثر سماعا في الأيام القليلة الماضية وحصلت على 3 ملايين مشاهدة خلال أيام فقط. كلشي تقدر تعوفني تتبرى مني لما نعتار تشبع بنومك ليالي واني اسهر بس ما تقدر لحظة وحدة بعيني تكبر وادري بيك بهالمسائل مني اشطار كل شي تقدر تعوفني وتتبرى مني لما نعتار تشبع بنومك ليالي واني اسهر